تعاني خريجات تخصص التدخل المبكر منذ أن تم تخريج أول دفعة إلى ثالث دفعة من دوامة عدم التصنيف، وفي تبادل لوم بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم. يذكر أن هذا التخصص يهتم بتقديم خدمات التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة لذوي الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر. أوضحت الخريجات أن تخصصهم يواجه مرض التوحد ويراعي تلبية احتياجات الأطفال الأساسية والكفايات الأساسية للتربية الخاصة من مقاييس وبرامج تتناسب مع هذه المرحلة العمرية. عدد الخريجات كبير، لكن خير من يمثلهم واحدة من المتضررات من القضية هذه الأخت لطيفة التويم. حياك الأخت لطيفة. الله يحييك ويبقيك. نتكلم عن تخصصكم، أهمية هالتخصص وش؟ بس إذا تسمح لي أبدأ بداية، أنا أشكر لك المقدمة اللي لامست أكيد شجون الكثير من 700 خريجة من عام 1434 إلى وقتنا الحالي. جميلة كلمة متضررات، إحنا حقيقة الأمر متضررات، لكن إذا يعني صح الوصف فإحنا مناضلات. إحنا عندنا رسالة نؤمن فيها بأهمية التدخل المبكر لمرحلة رياض الأطفال اللي هم من عمر 0 لـ6 سنوات، وهذا الأمر اللي خلانا لا نزال نستمر بالمطالبة والمناشدة من جميع الجهات. طيب أنا بس أعرف، يعني التدخل المبكر وش فائدتكم لهالأطفال؟ عشان بس نجي نقول للوزارات هذه شوفوا هذه فائدة هالمكان. يعني التدخل المبكر قد يحد من التوحد بشكل كبير جدا، صحيح؟ صح. طيب هو في مثل يقول لك الخير ما شهد به الأعداء، صحيح؟ صح. لكن احنا ان شاء الله ما احنا أعداء، لكن خلينا نقول إذا أقرت الوزارة برنامج يخدم التدخل المبكر فماذا يعني ذلك؟ أهميته. صبر. وزارة التعليم أقرت برنامج للتدخل المبكر في التوحد لأنه مشكلة عندنا في جميع الإعاقات. أي وأنتم ما أنتم فيه؟ لا للأسف. مين اللي قاعد يدخل؟ الغير مختص. من هم الغير مختص؟ الغير مختص يعني مدرس علوم بيجي والتدخل المبكر؟ ممكن معلمة من الصفوف الأولية، ممكن إذا مرة يعني حسن الاختيار فهي معلمة رياض أطفال، لكن هناك اختلاف بين رياض الأطفال والتدخل المبكر. والله شوفي، أنا أحيانا بعض القضايا ما ودي أتكلم، يعني لأنه خلاص وزارة التعليم هذه أمانة، يعني الأطفال ذول أمانة والخريجات موجودات، اختبروهم بأي اختبار تبون، سووا كل اختباراتكم. أنا معي الدكتورة فوزية أخضر، مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم سابقا. حياك الله دكتورة فوزية. أيوة أهلين. هلا. إذا جينا نتكلم على كمديرة سابقة للتربية الخاصة في الوزارة، هذا التخصص وش يمثل لكم؟ الواقع والحقيقة أنا يعني فوجئت بأنه يكون خريجات التدخل المبكر ما وجدوا وظائف للآن. أنا منذ كنت في وزارة التربية والتعليم آنذاك وإحنا ننادي بهذا التخصص، هذا التخصص يخدم مجموعة كبيرة من الأسر ويخدم التعليم وهو وقائي. كلمة تدخل مبكر تشمل حاجات كثير وإحنا في أمس الحاجة لهذا التدخل. مناطق المملكة، رياض الأطفال، المستشفيات، الأسر تدريبهم. غريبة أن يكون خريجات وما يلاقوا في الوظائف. اللي الآن يدرسون في مدارس التربية الخاصة إيش تخصصاتهم إذا البنات هذولا برا؟ المشكلة عندنا في مشكلة، يمكن اللي في مدارس التربية الخاصة تخصصاتهم إعاقات مختلفة. التدخل المبكر يشمل كل الإعاقات، المفروض أن يشمل كل الإعاقات. أنا كنت أتعاون مع جامعة الإمام وأعطي مادة التدخل المبكر. قد يكون شوية يمكن أحد أسباب اللبس هذا أنه المناهج ما كانت مثلا مهيئة. هم مو بس تعليم، ليش إحنا نقول وزارة التعليم؟ المفروض وزارة الخدمة تطلع لهم مسمى خاص للخريجين. الصبر دكتورة، معليش أنا بقول الخدمة المدنية غلطانين، ما عندي مشكلة، لكن أنا أنت الخدمة المدنية ماذا رفعت بهذا الشأن؟ صح. أي يعني الخدمة المدنية هم يعرفون في التعليم وأنتم ما تعرفون، مو صح.
لا سبق التعليم تجي تقول ترى احنا عندنا مشكله في البلد، اذا 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 اذا, إذا سكتنا عنها بتكون الخسائر كذا وسيكون عندنا وهذه مبرراتنا، فاحنا نبغى تعليم مبكر وعندنا خريجات، وبعدين قفلنا التخصص. الحقيقه من يوم ما انا كنت، انا منذ ان كنت في وزاره التربيه والتعليم ونحن نطالب والنادي بهذا التخصص، لكن مو بس هو بس على وزاره التربيه والتعليم، في عندك وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، في وزاره الصحه، كلهم بحاجه لهذه التخصصات. انا معك انه الوزارات الاخرى ايضا محتاجه، لكن لما يكون عندك طفل وعندي طفل والتدخل المبكر هذا سيحميه، نعرف انه يعني ما بودي الولد انا للمستشفى، بوديه المدرسه، والمدرسه تقول يتحولوا بعدين للمستشفى، بس المدرسه نفسها ما فيها التخصص. بس التدخل المبكر يعني الوقايه. صحيح. الوقايه من متى؟ من المستشفى، منذ الولاده. صحيح. احنا ما يستنى الى ان يوصل فينا الروضه ولا الحضانه. ما احيانا الاهالي يا دكتوره، اذا انت بعد معي في نفس الجانب هذا، الاهالي احيانا يكون عندهم نوع من الاهمال، او يكون عندهم نوع من انه الولد طبيعي ولسه، لكن نوع الاعاقه لا يكشف عنها الا في عمر السنتين ونص ثلاثه زي اطفال التوحد. ايوه، يعني انتم لما تكونون موجودين كتدخل مبكر تقول لا وقفوا، ترى الولد هذا وضعه كذا يبغى لنا نسويه، ينحط عليه على كويشن مارك كذا علامه استفهام. شفتي يا دكتوره كيف؟ انا عارفه والله. انا عارفه وأنا طبعا يعني دكتوره اذا تسمح لي بالمداخله. سعد لي مساك دكتوره. أهلين. يعني شهادة حق تقال الدكتورة واقفة بصفنا، وهي من أكثر الأشخاص المؤمنة بقضية التدخل المبكر. قضية التدخل المبكر أنا جايبة ملف كامل من سنة تفضل. إيه تكملي. إيه من سنة 1434 مطالباتنا لجامعاتنا، جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام، مطالباتنا لوزارة التعليم، القضايا كلها بالخطابات مرتفعة، كل الإجابات. الدكتورة كانت معكم. الدكتورة من الأشخاص اللي مؤيدين مؤمنين بنفس الفكرة، على الأقل كانت واقفة ما أنكرت الدور. الصدمة اللي حصلت لنا، وبدون ذكر أسماء بس إذا احتاج الأمر أنا مستعدة أذكر الأسماء، الصدمة اللي حدثت لنا، إحنا لا نزال نطالب ونطالب ونطالب، في القريب سمعنا عن برنامج ومبادرة تدخل مبكر وأقرتها الوزارة ويلا نشتغل عليها وجو المختصين، وحتى بالمؤتمر ترى قبل أسبوع حق التعليم تكلموا عن التدخل المبكر ولا عندهم متخصصات، ما في المدارس. احنا نجي نقول ايش يقولون؟ لا تزال قيد الدراسة، عندك الأوراق أشوف. لا تزال قيد الدراسة، 5 سنوات قيد الدراسة بس الوزارة، يعني مو معترفين بالأهمية. طيب. أو بالمختصين، و3 شهور يدربونهم على فكرة ويمسكونهم. طيب أنا بس شاكر للدكتورة فوزية على دفاعها عن بناتها، شكرا لك دكتورة فوزية أخضر، مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سابقا، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. أنا أرجع لك أختي لطيفة، وزارة التعليم سوت مؤتمر قبل أسبوع وقالوا تدخل مبكر. شفتها؟ طيب يا وزارة التعليم، تدخل مبكر والبنات اللي أنتم درستوهم في الجامعات التابعة لكم ما تعينوا ولا لهم مسمى وظيفي، وقاعدين تدربون ناس ما لهم دخل بالتخصص 3 شهور، متأكدة 3 شهور؟ لطيفة توين على ضمانتي. أنا ترى هذا مو بأول لقاء لي ولا طلعة، يعني ما أبغى أذكر أسماء ولا لقاءات، لكن اللي بيبحث بيكتشف هذا الأمر. أنا أتكلم أنه وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية مع وتمت إفادة المشكورين بأن تخصص التدخل المبكر يتم دراسته حاليا من قبل المختصين. طالع التاريخ يعني قبل 5 سنوات، لا يزال الدراسة، لا تزال الدراسة. أنا ما أعرف وين الحلقة يعني الناقصة، يعني ما في أحد يقدر يقول خلاص تعالوا يا خريجات وتوظفوا وأمسكوا، إحنا بنخفف عليكم ميزانية، ليش تروحون تبذلون ميزانية في التدخل المبكر في تدريب غير المختصين وإحنا موجودين؟ من الغير متخصصين؟ يعني ممكن أي معلمة ممكن تروح تدخل مبكر؟ عادي يدخل في المبادرة، ممكن يجيك ترشيح، طبعًا أنت عارف كيف سياسة الترشيح في بعض الأحيان. الله أنا ما أدري، بس وزارة التعليم يعني شيء مؤلم للأمانة. وزارة التعليم هذا الموضوع عندكم وبذمتكم، زي لطيفه وزي زميلاتها، شويه تدريب زياده، زي ما تعطون 3 شهور الناس مش متخصصين، اعطوهم 3 شهور جربوا الفكره، تعاقدوا معهم مبدئيا، بعدين ارفعوا وقولوا انه هذول متعاقدين معاهم، اي دبره. حتى استاذي يعني انا وزاره التعليم ابشركم ما ردوا علينا. انا طلعت معهم سابقا، انا طلعت معهم سابقا وطلع المتحدث وحدث نفس الحوار على قناه روتانا وما في فايده. يعني انا يؤسفني كثره الخروج اللي ما منه فايده. لا ان شاء الله في منه فايده يا رب. يعني بيسمعون كلامنا هم، واذا سمعوا كلام مو بزين يتصلون علينا يزعلون بعد الحلقه. والله يا ريتهم يزعلون ونلقى حل، ترى القضية ما هي بلك ولا لي، هذه قضية يعني أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعناقنا، يعني احنا إذا ما أهلناهم واستثمرنا فيهم في تدخل مبكر في عمر
الامر مبكر صح. ما راح يعني ما راح يجدي تدخل المتاخر. واذا احنا نحكي عن مبادرات وامور، ايش الخسائر اللي ممكن تكون اذا ما تدخلنا مبكرا؟ اول خساره راح تكون انك انت راح يعني يصير عندك فرد غير، ما راح يكون منتج، راح يكون مستهلك هذا الفرد المعاق، هذا اول شيء. فانت راح تخسر كدوله ميزانيه، افراد معاقين غير مؤهلين ما فيهم استثمار. لكن ما نحن دوله ومتوجهين لمساله المبادرات والتحول الوطني والاستثمار وان احنا نكون افراد منتجين. اقوى استثمار في نظري انا لطيفه وفي نظر اي شخص مختص يرى انه الاستثمار في الاشخاص وبالذات هم ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب انت عندك اظن يعني تستقبلين بعض الحالات صح؟ طبعا انا كنت مديره مركز سابقا. أيه؟ طبعا ادارتي للمركز لمده سنتين خلتني اشوف بعيوني الامر. أيه؟ أنا عن كثب. ابغى اشوف كيف يعني معاناه الاسره بشكل مبسط، انه لما الاسره تجي وما في مراكز متخصصه، وهنا نعرف هالكلام وتكلمنا عنه، ما في مراكز متخصصه وتكلمنا عن هالموضوع كثير. أيه؟ وانه يروحوا لدول اخرى، بس لما تجي الام بطفلها، انتم وش قدرتكم انكم تستقبلون؟ قدرتكم بسيطه صح؟ في استقبال العدد هذا جدا. انت تعرف يعني كل مركز يعني من المراكز الاهليه طاقه استيعابيه صح، فما بالك لو كانت. طبعا الاعاقات ثلاث مستويات، في مستوى البسيط والمتوسط والشديد. المفترض المستويات البسيطه والمتوسطه على طول تكون تحت وزاره التعليم، ليش تروح للشؤون الاجتماعيه؟ يعني من حقها انها التعليم، والتعليم راح يجدي معاها. حطونا حنا في البرامج التدخل المبكر منذ يعني على قولتهم نعومه اظافرهم في رياض الاطفال، راح تلقونهم سهوله دمجهم تماما. أنا يعني الامر واضح ومطبوخ وجاهز، بس انا ما اعرف يعني اليس فيكم رجل رشيد؟ لا الوزاره ان شاء الله، ان شاء الله فيها الوزاره فيها يعني اشخاص ان شاء الله انهم بيقدرونكم كبناتهم ويحرصون عليكم باذن الله، يحرصون على عيالهم. واحد فيهم يتخيل انه واحد من عياله في هذا يبغى المكان تدخل مبكر، بس يعني هذه بس امر بس يفكر فيه لوهله ويشعر انه انا شخص ومحاسب قدام رب العالمين واقدر بقرار واحد انهي المشكله. هالمؤتمر لكم حاضرين وقلت لهم ترى ما حضرنا بشر، حضرنا ورحنا وتكلمنا قالوا تملصوا طيب. حنا رفعنا وكل طبعا على فكره شايف شايف. لا احنا عندنا كل قصتنا الكامله بجميع الشواهد بجميع التقارير راح ترفع ان شاء الله للجهات المعنيه، اللي ان شاء الله باذن الله احنا نعرف انها راح تنهي الامر باذن الله. انا شاكرك راح يحاسب يعني اي شخص تسبب في التعطل 5 سنوات. طيب انا شاكرك اختي لطيفه التويم، هالقضية بإذن الله أيضا سنطرقها ثانيا عشان وزارة التعليم يعني ما يزعلون علينا واجد. فأنا شاكر لك أختي لطيفة، شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.